حياكم الله أهل الحلة الطيبين، وهذا فيديو جديد من سلسلتنا التوثيقية. اليوم احنا حلقتنا مختلفة غير عن التراث والآثار اللي نصورها. اليوم احنا موجودين داخل بناية محكمة استئناف بابل، غابة أمازونية مصغرة مليانة عصافير زينة، العصافير المغردة بأنواعها، الأشجار المختلفة الموطن موجودة بهذا المكان. هذا شيء مغاير نشوفه انه بدائرة حكومية، تعرفون شنو نظام عملها، مجرد ما تدخل هنا يتغير كل المود وتتغير كل التفاصيل. راح نكون وياكم بجولة داخل هذه المحمية المصغرة ونعرف تفاصيلها وشلون تم العمل بها. خليكم ويانا. بداية كل عمل هو يتطلب مجهود، المجهود يتطلب دعم. طبعا الدعم كان من القضاة نفسهم ورئيس محكمة استئناف بابل والقدماء والجدد، فكان الدعم من عندهم للشغل وللفكرة. طرحت الفكرة، تمت الموافقة، صارت بهالشكل الحلو الجميل. العالم تجي، الناس تقعد تتونس بهذا المكان، تغير جو، يطلع من جو المشكلة مالته انه يقعد بهيك مكان. فهاي نمذجة للمكان اللي سويتها كغابة أمازونية مصغرة مثل ما قلتوا. فطبعا تحتوي على كثير من النباتات النوادر، عندنا مثل اللوز الهندي، الترميناليا، البونسيانا الملكية، الجاكراندا، شجرة السماء، أشجار البابايا، متسلقات أيضا من النوادر، شجرة الدومبيا، والكثير من العصافير النادرة مثل عصافير الباروت، الدايموند فينيش، الجولدن فينيش، هي صعبة التكاثر بالضبط، ايه البارادايس. فذني تكاثرن هنا هو صار كأنما طبيعة إلهن، أجواء مكيفة كاملة إلهن، مجرد أنه الطعام والماء نوفر لهم إياه والباقي عليهم. يعني حتى أعشاشهم هم يأخذوها من بقايا الأشجار ويسوون لها أعشاش. المكان هذا كان سابقا يعني عبارة عن ماكو حديقة، ماكو حديقة من الصفر وصعب. بالضبط، أرض كانت، وإذا تحب أنطيك صور شلون كانت أرض أبداً، بها أشجار كينيو كاربس متفرقة، وبعدين صممت لها هذا التصميم بالنباتات وصارت بهالشكل هذا. يعني لك هاي طبعاً هي حب دوامي عن طريق هذه. كل إنسان يحب عمله أكيد يبدع به، فأنا من ضمن عملي هذه، فالحمد لله يعني راضية الناس وراضيتني إلي. أنت بشكل شخصي يعني لك يعني إنجاز؟ طبعا انجاز. انا مجرد ما أن يجي شخص من غير محافظات من بغداد او من غير محافظه من يجي يقول نتمنى محكمتنا هيك تشتغل، فاني هذا يفرحني. يعني